وصلنا مشاهدينا للفقرة اللي بتهم معظم الأسر المصرية، وده طبعا علشان احنا بنهتم بصحة حضراتكم. النهاردة معانا فقرة مع دكتور باهر لبيب، دكتوراه واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبية ومناظير الأعصاب الطرفية. هيكلمنا أكتر عن مشاكل الأعصاب والعلاجات المطلوبة، وكمان هيكلمنا عن أورام المخ وإزاي إن أنا أكتشفها بدري، وإزاي أعمل تدخل سريع بأحدث التقنيات، وإيه الجديدة في مجال أورام المخ. وطبعا بعد الشر عليكم وعن الجميع يا رب. برحب بيك يا دكتور، منورنا في استوديو انتي. بوجودك برسي خالص طبعا، وحضرتك طيب وبالصحة والسلامة يا رب. طبعا أنا كنت عايزة أسألك يا دكتور، بما أن حضرتك موجود معنا، لازم أول سؤال أسألك فيه، إيه الجديد؟ إيه الجديد في جراحات المخ والأعصاب، بالذات الأورام بقى يا دكتور في المخ؟ ربنا يخليك. طبعا الفيلد، مجال اورام المخ ده مجال كبير قوي، الدنيا فيه اتغيرت خالص من اوجه كتير، من اول تقنيات وتكنولوجي، وازاي تعمل ورم بتدخل محدود، ازاي تقدر تستعمل اجهزه تساعدك، ازاي تقدر تحدد مكان ورم بسهوله، ازاي تقدر تشيل ورم كله، ازاي يبقى معاك مثلا اشعاعات جوه العمليه، قبل العمليه، بعد العمليه. كل الامكانيات دي ما كانتش متوفره قوي بالمنظر ده زمان، فده دلوقتي بيفرق كتير، يعني بيخلي الناس تقدر تعمل عمليات اكتر من الاول. زمان كانوا يقولك سيب المريض في حاله، لا دلوقتي ايفن لو المرض، لو الورم مش حميد، تقدر تعمل له عمليه وتشيله كله، يعني فاهمه ازاي؟ يعني الدنيا اتغيرت كتير عن الاول. ده بالجراحه بقى يا دكتور؟ بالجراحه، جراحه ميكروسكوبيه، المناظير، على حسب الحالة. بالظبط بالظبط. طيب ايه الحالات اللي بتحتاج تدخلات محدودة؟ أورام في أماكن معينة تقدر توصل لها بفتحات صغيرة، يعني مثلا في حاجات عن طريق الحاجب، تقدر تفتح في الحاجب فتحة صغيرة قوي وتوصل لأي ورم في جوه من قدام في المخ. في حاجات مثلا معينة عن طريق ورا الودن تقدر تعمل فتحات صغيرة برضو، وتعمل نفس الكلام، حاجة اسمها كيول ابروتش، او يعني ليميتد انترفينشنز، يعني وتقدر تشيل ورم بالكامل في فتحة صغيرة قوي، وترجع تثبت العظمة بنفس الطريقة وكان العين ما عملش عملية خالص. هي التقنيات دي اتنقلت لينا منين يا دكتور؟ من امريكا؟ يعني انا عارفه ان حضرتك كنت في امريكا وبتعمل امريكا والمانيا والهند، يعني في كذا بلد دلوقتي بقت العمليات دي متاحه، والعلم بقى متاح للجميع، ما عادش زي زمان. دلوقتي اليوتيوب، التريننج، تقدر ترسل اي دكتور بره وتروح له. يعني الموضوع بقى حضرتك دارس الموضوع ده في امريكا مش كده؟ بالظبط، واخد تريننج كتير قبل ما ابدا اشتغل الحاجات دي. طيب عايزه اعرف يا دكتور، الحالات دي بتعاني من ايه؟ ممكن اورام حميده واورام غير حميده يعني؟ بالزبط. وايه تاني نقدر نعمله بالتدخلات المحدوده من غير ما المريض يضطر ان هو يعمل برضو جراحات؟ انا عارفه ان حضرتك بتعمل برضو جراحات يعني، صح؟ بس دلوقتي المرضى بقوا يخافوا شويه من فكره الجراحه، فطبعا لو في حاجه ممكن تتعمل بالميكروسكوب او بالتقنيات الحديثه، ده بيبقى وطئ الصدمه على المريض، بيبقى طبعا اكتر، لان انت عارف بيتخضوا. صح بالظبط. هو طبعا المناظير دي الانترفنشن بتاعها بس صغير خالص، زي اورام الغده النخاميه بتتشال كلها بالمنظار عن طريق المناخير، عن طريق الانف. اورام المخ نفسها كمان ممكن المنظار يساعد فيها، او ممكن تعمل فتحات صغيره تقدر من خلالها تشيل ورم بالكامل. طبعا النافيجيشن والالترا ساوند والحاجات دي بتساعد كتير قوي دلوقتي. لو رجعنا للصوره اللي في الاول خالص اللي هي بتاعت الورم قبل العمليه وبعد العمليه، ده مثلا عيان كان بيجيله تشنجات، يعني من ضمن الاعراض مثلا تشنجات، صداع، غيبوبه، تقل في ايده، تقل في رجله، الكلام ده مثلا كان بيعاني، كانت ست بتعاني من تشنجات، باين فوق الصورتين ده مكان الورم اللي هو لونه ابيض. بعد كده عملنا له عمليه، استعملنا فيها السونار، السونار ده بيديك فكره شلت الورم بالكامل ولا لا، بتعمله قبل ما تشيل ورم وبعد ما تشيل ورم جوه اوضه العمليات، وده حاجه حديثه دلوقتي زي السونار بتاع البطن بس حاجه للمخ. باين في الاشعه اللي تحت، بنعمل اشعه رنين روتيني زي امريكا وذن 24 48 ساعه ما بين الورم يتشال بالكامل. باين بقى في الفيديو اللي بعد كده زي السونار بيبين الورم ده بعد ما شلناه،
ده بعد ما شلناه، فبين مكانه ازاي فاضي، عباره عن كافيتي ومكان فاضي وجواه. لو جبنا الفيديو التاني هيبين، طبعا هيبين ده بعد نفسه. ده اللي فات بعد، ده اللي قبل. ما باين ازاي هو باين لونه ابيض، يعني باين لونه مختلف عن الباقي. ف